اسعدتم صباحا في هذا اللقاء العلمي المتميز، المؤتمر العلمي الثالث لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من الحصاد المثمر، والعمل الدؤوب والمتواصل لأسرة المركز، وكل المتعاونين معه، خير ما نبدأ به هذه الفعالية، آي من الذكر الحكيم، يتلوها علينا الأستاذ عادل حاج باع كيم فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم <sans authenticity> الآن إن شاء الله نتحدث عن التاريخية والتوثيق والنشر. ونتشرف جميعا بأن نستمع إلى كلمة لسيادة اللواء الركن طريق السالمين المحسنين محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين الأخ رئيس مركز دراسات الاستراتيجية التاريخية الأخوة الحاضرون جميعا يسعدني أن أكون بينكم في هذا المؤتمر العلمي الثالث الذي ينظم هذا المركز وما تمثله من أهمية كبيرة العناوين التي طرحت في هذا المؤتمر وما تمثله من أهمية كبيرة الشخصيات التي ستعرض عليكم هذه الملفات وهذه الأوراق أعتقد أن القائمين على هذا المركز يستحقون مننا الثناء والتقدير والدعم لما يقدمونه من عمل عظيم حضرموت اليوم بحاجه لتنمية شامله ليس فقط في المجال الاقتصادي ومجال الامني حضرموت محتاجه لتنمية في مختلف المجالات وتاريخ حضرموت هو العرث الاساسي والسند الكبير الذي يمكن ان تبنى عليه الكثير من الاستراتيجيات للتنمية البشرية وللتنمية الاقتصادية ولكل أنواع التنمية فبدون تاريخ بدون ماضي بدون إرث جميل حضاري كبير لا يمكن للأجيال الحالية أن تشق طريقها إلى المستقبل نحن محتاجين إلى أن ننمي هذا الفكر ننمي هذا التطور ننمي هذا الاهتمام بهذا المجال، واعتقد ان هذا المركز جاء وجوده في اللحظه المناسبه جدا في هذه اللحظات في هذه الاوقات التي تمر بها حضرموت. لذلك انا اتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا المركز وللداعمين له الذين ابوا الا ان يكون هذا المركز هامه من هامات وهرم من اهرامات حضرموت الحديثه باذن الله. لما يمثلها من اهميه تاريخيه ومستقبليه لتاريخ وتوثيق تاريخ حضرموت، اعتقد ان هذه المؤتمرات وهذا الاهتمام وهذا الوجود لاساتذه الجامعه في هذا المكان يعطي انطباع كبير على ان حضرموت تعي ماذا تريد في كل مجال من مجالات الحياه. تعي ماذا تريد وماذا تريد ان تهتم؟ وماذا تريد ان تنهض به في هذه المرحلة؟ لذلك انا اشد على ايديكم اشد على الدكاترة الذين اتوا من عدن ومن اي مكان اخر وحضروا معنا في هذا المؤتمر. ووجودهم سيمثل اضافة نوعية لاعمال المؤتمر. من جانب السلطة المحلية نحن لن نالو جهدا في سبيل تقديم الدعم وسنواصل تقديم هذا الدعم باذن الله لكل من يعمل. كل من ينتج كل من يشوف طريقه للعمل ونقتنع انه يعمل بطريقه صحيحه وطريقه منتجه وطريقه مفيده لحضرموت سوف نوقف معه وسوف نساعده بكل الامكانيات المتاحه باذن الله لذلك ثقوا ثقه كبيره ان ما تشرعون فيه وما تاسسون له هو من همنا من همنا وهمكم وهم المجتمع ايضا في حضرموت بشكل عام ابارك لكم من عقاد هذا المؤتمر اتمنى ان يكون مواد هذا المؤتمر مفيدة جدا وأن تنشروها في مجلاتكم وفي مواقعكم الخاصة التي تعنى بهذا المجال لتصل إلى الناس جميعا لا يكفي أن تعقد مؤتمرات في قاعات مغلقة وتنحصر هذه المعلومية على عدد الحاضرين أو عدد قليل نريد هذه المعلومات أن تنتشر للمجتمع تكون في متناول المواطنين ممكن يوجدوها في مجلة ممكن يوجدوها في برنامج تلفزيوني ممكن يجدوها في أي وسيلة أخرى إعلامية وعلى مكتب الثقافة ومكتب الإعلام في حضرموت أن يهتموا بهذا الموضوع يهتموا بالندوات العلمية وينقلوها يوصلوها إلى الناس ينقلوا موادها هذا الجهد وهذا العصر الكبير الذي بذل في سبيل إخراج هذه المواد لابد أن يكون في متناول الناس وأن يستفيدوا من الناس سوف أكون مشارك لكم في أي فعالات قادمة بإذن الله ودعما لكم في إنجاح فعالياتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي نيابة عن زملائي في مركز حضرموت للدراسات التاريخية والنثر الذين شرفوني أن أكون في هذا الموقع لافتتاح هذه الجلسه ان ارحب في البدء بالضيوف الاعزاء الاستاذ الدكتور صادق عمر مكنون نائب رئيس جامعه الاحقاف الاستاذ خالد احمد القحوم مدير مكتب وزاره الثقافه والاستاذ الاديب الروائي المعروف صالح سعيد باعامر ونرحب بزملائنا وأنا واحد منهم القادمون من عدن وبكل المشاركين ونحن نعتبر أنفسنا أسرة واحدة تجمعنا المهمة الواحدة بين والتوأمة بين مركزي حضر موت وعدن الذي يشرف عليهما شيخنا الفاضل محمد سالم بن علي جابر اليوم عنوان هذا المؤتمر المؤتمر العلمي الثالث التاريخ والمؤرخون الحضارمه القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين بما يعني ثلاث سنوات مثمره من نشاط مركز حضرموت وحين ننظر فيما تحقق على مدى الثلاث السنوات، نترك الأرقام تتحدث. ثلاثة مؤتمرات علمية، كان لنا شرف الحضور والمشاركة فيها جميعا. ست ندوات علمية، خمس حلقات نقاش، فعاليات شهرية، ومؤتمر دولي عن الهجرة ودور الحضارم، في اندونوسيا وعشرون كتابا من اصدارات المركز ومجله ثقافيه يزهو بها المشهد الثقافي الحضرمي مجله حضرموت الثقافيه اليس هذا حصادا مثمرا لثلاث سنوات وهو عمر قصير في نشاط هذا المركز فتحية تقدير للقائمين عليه الذين استطاعوا أن يحدثوا تحولاً في هذا المشهد العلمي والثقافي لحضر موت ذات الامتداد الحضاري والثقافي في عمق التاريخ وكأن شاعرنا القدير قد عناهم في القول مضى زمن الجمود فودعوه ووافاكم زمان العاملين زمان ليس يعلو فيه إلا عصامي جرى في السابقين وأن لنا مواهب ساميات بني الأحقاف أدهشت القرون ألا فاستعملوها في المعاني تنالوا في الورى المجد الأثينا فقد لعبت بأدوار كبارا جدودكم الكرام السابقون ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك آية في النابغين تحية لزملائنا في مركز حضرموت ولكل من شارك في فعاليات ونشاطات هذا المركز واسمحوا لي أن أقدم زميلنا الاستاذ الدكتور عبد الله سعيد الجعيدي رئيس المركز لالقاء كلمه المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الاعزاء الضيوف الكرام نرحب بكم ترحيبا جميلا. ويشرفنا ان يتجدد اللقاء السنوي بكم فنحن في مركز حضرموت للدراسات التاريخيه والتوثيق والنشر آثرنا أن يتم الاحتفال بالذكرى السنوية للمركز بتنظيم فعالية علمية نوعية، وبحضور تشريفي من قبل رموز من المختصين والمهتمين بالشأن التاريخي والثقافي، بهدف خلق تظاهرة ثقافية ذات دلالات إنسانية، تهيئ بيئة صحية تشجع على التفكير المبدع، وتعزز التجارب وتنشد تبادل الخبرات بروح صادقة تحترم تنوع الرؤى، وتعدد الاجتهادات. لهذا نجد في هذه القاعه ضيوفا من مدن وبلدات متنوعه ومن مختلف المشارب وكل مبعد مكلانة تجيبه لكنها تاتي به راضيا مرضيا عزيزا كريما الزملاء الاعزاء قدمت للجنه العلميه للمؤتمر عدد من الابحاث تم قبول عشر ورقه بحثيه اجيزت بحسب المعايير العلميه المعلنه في بروشور المؤتمر وقد غطت هذه الابحاث جوانب يسيرة من الحياة السياسية والحضارية والعلمية في حضرموت لكنها فتحت مجالات أرحب للتعمق في أحداث التاريخ لا سيما أن هذه المرحلة شهدت تحولات تاريخية كبيرة ففيها انتهت السلطة الكثيرية الأولى وخضعت حضرموت لحين من الزمن لحكم الدولة القاسمية ثم لسلطة القوى اليافعية في بعض حواضر حضرموت كما اتسمت هذه المرحلة بالانقسام السياسي والفوضى القبلية لكن هذا لم يكن هو المشهد الوحيد في حضرموت فهل العلم والصلاح كانوا حاضرين وكانوا يحاولون تغيير مسار التاريخ لصالح استقرار المجتمع وتطوره لهذا التداخل في بنية المجتمع لغة الرصاص مع كلمات البناء فخلق ذلك نوعا من التوازن في المجتمع في المجتمع كان للثقل الثقافي الحضرمي بمدرسته الوسطية المنتشرة في الحواضر والبوادي دور كبير في تماسك المجتمع ولو في حده الأدنى وهكذا في حين تطرقت بعض الاوراق لجوانب من الصراع السياسي، تناولت بعضها دور العلماء وفي المقدمه منهم السيد عبد الله بن علوي الحداد الذي كان العلامه الثقافيه البارزه كما تبين الادبيات الحضرميه، فقد عصر التحديات الكبيره اللي شهدتها حضرموت، ولانه لكل زمن دوله ورجال فهو رجل المرحله، فقد عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، ولم يتخلى عن دوره بالمواقف الايجابيه وفي تقديم النصيحه للحكام. ولعل في حاضرنا مشاهد مقاربه من تلك المرحله الزمنيه لكن بتفاصيل مغايره وهذا من سنن التاريخ فلناخذ من التاريخ العبره حتى نتمكن من تاسيس حاضرنا ونحن على بصيره من امرنا والحاضر القوي الذكي يمهد الطريق نحو المستقبل الامن المزدهر ونحن على اعتاب عام ميلادي جديد فاننا في مركز حضرموت نجدد الدعوه للباحثين والمختصين والمهتمين للتفاعل مع انشطه المركز. ولا نضع انفسنا منهم الا في موضع الند. فنحن نرحب بالفكره الجديده الممكن تحقيقها ونقبل النصيحه والنقد البناء. نقول هذا لاننا في اعتاب او على اعتاب مشروع علمي كبير هو مشروع الموسوعه الحضرميه المزمع اشهاره بدايه العام القادم. فمن عنده القدره والرغبه كل من مكانه ومكانته سيكون شريكا مرحبا به. اخيرا ندعو الله سداد التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاستاذ الدكتور عبد الله سعيد الجعيدي على هذه الكلمه التي اوجز فيها نشاطات المركز الذي يدخل الان السنه الثالثه من عمره وبشرنا بالمشروع الهام والشامل المتمثل بالموسوعه الحضرميه التي نتمنى للمركز ولكل من يجد فيه الرغبه والاهتمام المشاركه فيها لاظهارها على الوجه المطلوب الذي يليق بحضرموت وتاريخها وحضارتها الموغله في القدم اسمحوا لنا الان ان ندعو رئيس الجلسه الاولى الاستاذ صادق عمر مكنون لاداره اعمال وابحاث الجلسه الاولى فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آه نرحب بكم اولا نشكر اتقدم بالشكر الجزيل لمركز حضرموت للدراسات على آه على هذه النشاطات المستمره المتجدده و هي تعطي لنا الامل في تجدد الحياه نحن هنا في المكلا هذه انتم اليوم جئتم من اماكن مختلفه ومن مناطق مختلفة لحضور هذا المؤتمر وهو مؤتمر تاريخي التاريخ يعطينا لنا الأمل نحن نعيش في واقع سيء محبط أحيانا لكن التاريخ ودراسة التاريخ تعطينا الأمل البعض يرى أنه لماذا انتم في التاريخ تقرؤون الماضي وتعودون للماضي الواقع ان التاريخ هو المستقبل هو الذي يعطي لنا الامل يعطينا الحياه المتجدده نحن عندما ندرس التاريخ ندرس المستقبل نرى في التاريخ كيف تتغير الاحوال ولا حل ثابت، نحن قبل هذا المؤتمر عرضنا مؤتمر عن في دراسه القرن التاسع التاسع هجري ورأينا في تلك الفتره كيف تكونت الدوله المركزيه واستطاعت ان توحد حضرموت وواجه الحضارمه الغزو البرتغالي وانتصروا عليه و ظهر هناك كثير من العلماء والان نحن في مرحله القرن الحادي عشر والثاني عشر مرحله تفكك الدوله و ظهور عصر الصراع القبلي والمناطقي والغزو الخارجي ولكن كما أشار الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله إلى أن في ظل في ظل هذا الواقع السيء ظهر هناك علماء ودعاه للإصلاح وأبدع كثير من الشعراء والمبدعون في ظل هذا الوضع وتغير بعد ذلك الوضع ولهذا نحن عندما ندرس التاريخ نحن نأخذ الأمل منه أن الواقع لا يستمر بهذا الشكل لا بد من أن يأتي واقع أفضل وهكذا هي الحياة هذا هو الواقع هذه هي الحياة الحياة ليست شيء واحد لون واحد الحياة متج... متغيرة متجددة فندرسه وبالتالي نعي... نستطيع أن نتعايش مع الواقع وأن نغير هذا الواقع للأفضل ولهذا نحن هنا في هذا المركز ندرس التاريخ من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي نستفيد من خبرات الماضي للمستقبل فهنا عندنا في هذا المحور طبعا في أوراق ستقدم من الأستاذ الدكتور مسعود سعيد عمشوش يلفل يتفضل والاستاذ صالح مبارك عصبان والدكتور عبد القادر علي بعيسى والدكتور يسلم عبد النور والاستاذ احمد صالح الرباكي فليتفضلوا نبدا طبعا تفضل يا بالاستاذ الدكتور مسعود سعيد عمشوش وهو غني عن التعريف هو استاذ الادب المقارن بكليه الاداب جامعه عدن رئيس مركز عبد الله فاضل فارع للترجمه والدراسات الانجليزيه مهتم بقضايا الاستشراق والدراسات المهجريه صدر له عدد من مؤلفات والترجمات، وطبعا الدكتور مسعود معروف وهو ذو اهتمامات متجدده ومتغيره ونحن نبدا به لانه هو يعني يعطينا الامل في تجدد الحياه وفي تنوع الحياه لانه هو طيف يعني متنوع في اهتماماته والحياه هي ذات ليست ذات طيف واحد هي مع تعدد الوان الطيف كثيره الاتجاهات والافكار وبالتالي لا بد من ان تتعايش هذه الامور ولا بد ان يتسع فهو ذو سعه صدر وله اهتمامات متنوعه فليتفضل اضبط الساعه خلينا خلينا 15 دقيقه حق طيب طيب 20 قول انت بسم الله الرحمن الرحيم أبستعلي. واهتمامي الاول وتقريبا الوحيد حضرموت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في البدء اسمحوا لي ان اعبر عن شكري لمركز حضرموت للدراسات التاريخيه والتوثيق والنشر ولجميع القائمين عليه وحييهم على جهودهم التي بفضلها نشارك اليوم في إعادة الاعتبار لتاريخ حضرموت وعلمائها ويسعدني أن أشارككم هذا الصباح ببحث عن ملامح فن السيرة الذاتية في كتاب سفينة البضايع وضمينة الضوايع للحبيب علي بن حسن العطاس وهو أحد أشهر أدباء وعلماء حضرموت في القرن الثاني عشر الهجري فهو مؤسس بلده المشهد وله العديد من المؤلفات الشعريه والنثريه اهمها كتابه سفينه البضائع وضمينه الضوائع وقد اخترت ان اقدم لكم في هذا المؤتمر دراسه لهذا الكتاب لانني لمست انه يتضمن سيره ذاتيه فريده في الادب العربي القديم فبعكس السير الذاتيه الاخرى استطرد مؤلف سفينة البضائع وضمينة الضوايع كثيرا في الحديث عن طفولته وزوجاته وعائلته, وعائلته بجرأة يندر أن نجدها في الأدب العربي القديم. كما أنه يتميز باستخدامه الواسع لتقاليد الكتابة العربية في العصور المتأخرة مثل استخدام العامية والسجع والمزج بين النثري والشعري والتوسع في استخدام التناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي. في الجزء الأول من هذا البحث قمت بدراسة مدى تطابق كتاب سفينة البضايع مع المعايير العامة لفن السيرة الذاتية وفي الجزء الثاني تناولت بنية الكتاب بوصف نصا سرديا استذكاريا وفي الجزء الثالث قمت بالتركيز على دور الأحلام والكرامات أما في الجزء الأخير فقد خصصته لرصد بعض الأبعاد اللغوية والفنية التي تميزت بها سفينة البضائع في مفتتح سفينة البضائع وقبل ان يشرع العطاس في تبيان الاسباب التي دفعته الى كتابته يعترف بان ما يكتبه هو سيرته الذاتيه ويحدد الخطوط العامه لكتابه. ثم يشرع الحبيب العطاس في عرض الاسباب التي دفعته الى كتابه سيرته الذاتيه واولها الانصياع لامر الله. والرغبه في شكر الله على نعمه وقال وقال انه قد حصل ذلك الامر في قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث وحرص العطاس على تبرير قدمه على كتابه السيره الذاتيه بالتاكيد على رغبته في اتباع خطا عدد من رجال ال من رجال الدين الذين سبقوه في كتابه تراجمهم مثل الامام مالك بن انس والشيخ عبد الله عبد الرحمن الديبعي والشيخ عبد القادر بن شيخ العيدروس وغيرهم ومن اهم الاسباب التي دفعت الحبيب العطاس الى كتابه سيرته الذاتيه الرغبه في الدفاع عن نفسه ضد الحساد والاضداد الذين حاولوا تشويه سمعته واجبروه اولا على ترك حريضه المدينه التي ولد بها ثم الى مغادره الهجرين الى بوضة ومنها الى منطقه الغيوار التي اسس فيها المشهد. فهو يكتب وساذكر في الترجمه بعضا مما حصل لي من الاذى والعناء ليتاسى ويتعزى من وقع له الشيء من ذلك الذي وقع لنا ومن دوافع كتابة السيرة الذاتية عند الحبيب العطاس والمرتبطة بالرغبة في الدفاع عن النفس الخوف من تشويه سيرته من قبل حاسديه وأعدائه ويبين ذلك قائلا الزمان قد فسد وغلب على غالب أهله الغباوة والحسد حتى أنقلد باب التعريف بالخير والدلالة عليه وانسد فمالوا إلى دفن الفضائل ونشر المساوي والرذائل وغير ذلك من الأسباب الموجبة لذلك ومن الأسباب التي يؤكد الحبيب العطاس أنها وراء قيامه بتدوين سيرته الذاتية الرغبة في تلبية طلب جماعة من علماء الحرمين الذين أعجبوا به وطلبوا منه كتابة سيرته الذاتية لتعرفوا عليه أكثر خلال قراءتنا الكثير من النصوص العربية القديمة التي تصنف عادة ضمن دونة السيرة الذاتية نلاحظ أن تلك النصوص تتضمن كثيرا من الأبعاد العامة وبالمقابل يتقلص فيها حجم الأبعاد الخاصة ومن النادر مثلا ان نعثر في تلك السير الذاتيه التي كتبت قبل القرن العشرين لا سيما تلك التي الفها رجال الدين المتصوفون مثل الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال او السيوطي في كتابه التحدث بنعمه الله من النادر ان نعثر على استطرادات طويله وجريئه عن مرحله الطفوله او العلاقات العائليه بشكل خاص مع الزوجات ومقارنة بتلك السير تتميز سيرة الحبيب علي العطاس الذاتية بالتركيز على الحياة العائلية وبدرجة عالية من الجرأة، اذ نعثر فيها على تفاصيل دقيقة من الحياة الخاصة للمؤلف، لا نصادف مثلها في السيرة الذاتية العربية القديمة أو حتى الحديثة. ومن اللافت حقا أن مؤلف سفينة البضائع لا يرى حرجا في ذكر مختلف هفوات الطفولة، فهو يكتب مثلا الصباء شعب شعبة من الجنون، عجب ربك من شاب ما صبى. وهل بعد رفع القلم من قلم أعلم من نفسي وأحفظ من حسي في تلك الأيام من الشقاوة الطفولة التي على الهداية في الكبر أكبر آية وعلامة ما لا يحصر بعلامة بحيث أني لو ذكرت لخزيت وخشيت من كيت وكيت فأعذر من شيء وأعذل من شيت وأعذل من شيت فعلى ذلك حييت ومن جملة اني ومن جملته اني قد اتي بعض السقايا المسبلة للشرب وقد ملاها القائم بها من بئر بعيده فاخرجوا وكئها والعبوا بالماء فيها حتى لا يبقى فيها شيء في لا يبقى فيها شيء وربما تصورت الى بعض الخلوات الحويك فأسرقوا ما كان لهم من القصب ومواسي وما وجدته وربما وجدت بعض الحمير قائما في الشارع فاركبه جاعلا ظهري الى راسي فاركضه حتى يزحف واما المحادقة والمضاربه مع الصبيان فراسي اذا مفقع وانما ذكرت ذلك لك لئلا تلوم الصبيان عليه مع اني اعلم انك تعلم من نفسك ما لا اعلم. وبالفعل قبل ان يسرد الحبيب علي احداث احداث اختلافي مع حساده واضداده من الكبار واضطراره بسبب ذلك الى ترك مسقط راسه حريضه كرس اولا صفحات طويله لسرد خصوماته ومضارباته مع الصبيان الصغار. ويتحدث الحبيب علي ابن حسن عطاس كذلك باستطراد وصراحه وصراحة عن زوجاته ويضمن نصه سردا لحوارث تبين نوع العلاقة التي كانت بينه وبين كل منهن فعن الأولى سلمى التي لا تدر بلبن يكتب تزوجت ببلد حريضة قبل الخروج منها بالشريفة سلمى بنت أحمد وولدت لي من وولدت لي ابنتين الاولى تسمى شيخه وكانت ولادتها سنه 1145 ثم انها كانت لا تدر بلبن لاولادها فلبثت فلبثت معي مده حتى ازمنت بلد حريضه وحصل فيها الجذب الكثير فقالت لي عساك تسير بي الى بلد كنينه ثم يستطرد الحبيب علي العطاس في حديثه عن زوجاته من الشيخه بنت بنت خاله السهل التي حملت له بولد سمع عطاسه وهو في بطن امه العطاس لانهم يعطسون في طيب وهو في بطن أمه ومات بعد الولادة مباشرة ثم حملت أيضا وولدت لي منها البنت المباركة مريم وكنت أنا وياها ليلة مقبلين من بلد حريضة فسقطنا من ظهر البعير وسقط الحمول علينا وهي حاملا بها ولها نحو ستة أشهر وقلنا يتلف الحمل الذي في بطنها فلم يضرها شيء ووضعت بها لخمسين بقينا من شهر القعدة الحرام سنة 1149 الهجرة. ببلد هينا ورأيت كأن الشيخ عامر ابن شيبان عمامه أقبل علي وهي بيدي وقبل صدرها ثم قال إما هذه فما هي إلا شمس ومن يومها لقبت شمس إما زيجات هي الثالثة والرابعة فقد ربطها بقراره الانتقال إلى الهجرين والاستقرار بها وأسهب كثيرا في شرح أسبابهما وكيف وكيفية حدوث الخطبة ثم الزواج ومن المعلوم إن ما يميز السيرة الذاتية عن المذكرا المذكرات إن الأولى تركز على الحياة الخاصة للمؤلف بينما تتناول المذكرات من مشاركه المؤلف في الحياه العامه، وما دام الحبيب العطاس قد ركز كثيرا في نص سيرته الذاتيه على الاحداث المرتبطه بحياته الخاصه، فمن الطبيعي ان يتقلص فيها بشكل كبير الحديث عن الشان العام، وفي نص سفينه البضائع تقل، تظل قليله المعلومات عن الحاله الاقتصاديه والامنيه في حضرموت في القرن الثامن عشر الهجري. نكتشف مثلا ان حضرموت كانت في منتصف القرن الثاني عشر تمر بايام جفاف وقحط ومجاعه واختلال امني، والمره الوحيده التي تظهر فيها في هذه السيره الذاتيه شخصيه سياسيه مهمه وهو السلطان علي بن جعفر الكثيري، يربطها المؤلف بوصوله ذات ليله الى منزل عائله الشيخ عبد الرحمن بن عمر التي كانت لديه مكتبه جعلت وقفا، ويريد ان يستعير منها بعض المجلدات، وتبين لنا وتبين لنا الحادثه بعض من عادات حضرموت في تلك الفتره. و من اهم علامات النبوغ التي يذكرها الحبيب في سفينه البضائع وهو اخر الكتب التي الفها وبما انه وقد سبق له ان السرد حقيقه الامر بشكل واسع في كتبه السابقه لا سيما في القرطاس في مناقب الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والمقصد الى شواهد المشهد فطريقه السرد التي وظفها في كتابه سيره, سيرة الذاتيه تفصح عن قدرته الفائقه في استخدام مختلف تقنيات السرد التي نجدها في السيره الذاتيه الحديثه. ونلاحظ ان الحبيب العطاس يركز على علامات النبوغ المبكر كذلك في سر عند سرده لاحداث مرحله الطفوله، مثلا الذاكره القويه اي القدره الفائقه على الحفظ التي تميز بها منذ الصغر والتي يسميها هو ملكه الحفظ. وبعد عرض علامات النبوغ يشرع الحبيب علي العطاس في سرد بعض الاحداث المهمه التي وقعت له عند عندما انتقل الى بيت جده عبد الله وهو هو وامه واخوانه واخواته بعد وفاه ابي ويذكر العطاس انه خلال فتره اقامته في بيت جده عبد الله كان عليه ان يبدا يومه بممارسه بعض الاعمال العضليه في المراعي والحقول ويؤكد ان اعمال الزراعه والرعي مرنته على الرياضه والعزيمه والصبر على شظف الغيش العيش والقدره على تحمل متاعب الاسفار والتنقل في في طرق جبليه وعره وفي ظل ظروف معيشيه صعبه ووسائل مواصلات بدائيه وقد سرد ذلك قائلا وحين قدرت على الخدمه عند الوالد عبد الله بن حسين بن عمار استخدمني في الخلاء أي في الحقول والرعي أول النهار وإذا طلعت البلد وإذا طلعت البلد خرجت مع الأخدام إلى البئر ننزح للبيت والمواشي فكنت أكابد هذه الرياضة طوال النهار مع العري الذي لا يكاد يحصل لي معه إلا الثوب الواحد الذي هو الإزار وإذا أردت حضور الدرس بعد صلاة العصر عند الوالد حسين استعرت مسدرة حرفيا هكذا يكتب مع من بعض الصغار حتى أخرج بعد ثم بعد المدرسة نخرج إلى الخلاء بالغنم للفخطة أي تلقيح النخل والحطب وأشار الحبيب علي العطاس إلى أن علاقته المتميزة بجده وشيخه حسين العطاس كانت سببا في تكالب الحساد لا سي... عليه لا سيما بين اقاربه وزملائه وزملاء الدراسه لذلك لن نستغرب ان يضطر بعد وفاه جده الى مغادره مصر راسه حريضه الى الهجرين ومنها الى بطاق والايواب ومن اللافت حقا ان الحبيب علي لا عطاس حينما يدافع عن نفسه لا يشعر انه باي حري في وصف معاناته ولا الافعال السيئه التي مارسها ضد كثير من الناس. طيب من من عناصر التشويق من عناصر التشويق طبعا اشياء كثيره سردها لنا لن استطيع اذكرها هنا وطبعا ذكر من بعض الاشياء التي ممكن اقراها لكم في سياق حديثي عن الكتب وتحديدا عن الكتاب الازرق في الطب قال انه عندما وصلنا الى مكان في الكتاب الازرق طلب منه محمد ابن حسين العطاس وكان كبير الحال من الصوفيه المجاديب فعرضه عرض يعني عرضه في الطريق آه وانكر علي آه ما اقراه وكان كبير مره ثم خرج من عند الوالد واساله ما قراتم اليوم في الازرق فاردت ان اكيله آه اكيله بصاعه فقلت قرانا ادويه ما يقوي الذكر الضعيف لجماعة فقال هو هل تحفظ منها شيئا الان فقلت نعم فقال اكتبه لي فاني في طلب ذلك فكتبت له وقراته عليه ما لا يحصيه الا الله ومن الأشياء المهمة التي أود أن أقرأها لكم الكرامات في باب الكرامات وإذا كان بإمكان, بإمكان تأصيل الأحلام بشكل أو بآخر في الواقع المعاش وفقا لمقولات فرويد وغيرهم من علماء النفس لن يكون من السهل إيجاد موضع قدم للكرامات في أرض الواقع التي تتحدث عنها السيرة الذاتية إذ نحن لم نسلم بدور الأولياء في منظومة المعتقدات الإسلامية وهو ما قد يتحفظ عليه بعض المسلمين وحسب علمنا يربط معظم رجال الدين المسلمين بعض بين الكرامات والأولياء مثل ما يربطون بين المعيزات والأنبياء وتحتوي سيرة الحبيب علي بن حسين العطاس سرد سردا لعدد لا بأس به من الأحداث التي تدخل في إطار الكرامات وسأركز هنا على تلك الكرامات المرتبطة بالمطر وحقيقة الأمر سبقا ذكرت عند تناولنا لعلاقة الحبيب علي بن حسن عطاس مع الكتب أنه حينما يترك مكان إقامته يحرص على أخذ كمية كبيرة من الكتب أي حمولة جمل ويؤكد أن الله قد سهل له الحفاظ على كتبه وحمايتها من البلل في موسم الأمطار وقد سرد ذلك في سيرته الذاتية على النحو الآتي وكنت والحمد لله إذا عزمت على السفر ومعيش شيء من الكتب في أيام الغيث عتبت من ذي العوائد الجميلة بحرمة صاحب الوسيلة والفضيلة أن تلك المخيلة أي السحب الماطرة لا تصيب المطر البليلة ما معي من تلك الحمولة بحيث أني إذا خرجت وهي تمطر كفة المطر حتى نصل للمكان المستقر وأن تباعد السفر فحين فحينئذ تعود المطر بحمد الله تعالى ولطفه الخفي الذي إذا لطف به لا إذا لطف به لأحد من عباده كفاء وشفاء جربنا ذلك مرارا عديده وربما مطرت حوالينا في وقع الفرق علينا فلا يصيبنا من تلك السحب الماطله الا الضلال الذي سرنا في الذي سرنا في الهجره فوالله ثم والله ان اذا كنا في الهجور الحاره نشاهد نشاهد ونحن ومن معنى أصحاب تظلنا وتسيرنا في الطريق بعدنا وقبلنا بعدنا وقبلنا وفوقنا وعن ايماننا وعن شمائلنا بحيث نشاهد ما بعدنا من جنبات الوادي وقد شرقت فيه الشمس والظل عندنا مع تقارب جنبات الوادي فالحمد لله والشكر لله وشكرا. شكرا جزيلا استاذ الدكتور مسعود على هذا الموضوع المهم الذي يعطي لنا الامل لأن الحبيب علي بن حسن جاء في مكان كان مكان مخافة وفي وضع كما قلنا كان وضع حروف جبلية ووضع أمني سيء استطاع أن يؤمن هذا المكان ويصبح مكان آمن وأصبح القبائل تأتي إليه لطلب الأمن فلهذا قلنا احنا ان قراءه التاريخ تعطينا امل في المستقبل وامل في الحياه الى الورقه البحثيه الثانيه اللي هي بعنوان المرجعيه الفكريه للحملات الخارجيه على حضرموت حمله الامام الزيدي المتوكل على الله اسماعيل في القرن الحادي عشر يقدمها الاستاذ صالح مبارك عصبان رئيس مركز وادي حضرموت للدراسات والنشر صدر له عدد من الكتب فضلا عن عدد من الابحاث والدراسات وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات الدوليه داخليه وخارجيه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه اقدم شكري لمركز حضرموت للدراسات التوثيقيه والدراسات والنشر على إتاحة الفرصة للحديث في هذا المؤتمر العلمي عن تاريخ حضرموت، الورقة التي بين يدي بين يديكم هي بعنوان المرجعية الفكرية للتدخل الخارجي في حضرموت حملة الإمام الزيدي المتوكل على الله إسماعيل في القرن الحادي عشر الهجري، هذه الورقة تتضمن مقدمة وتمهيد وفصلين. في التمهيد تحدثت عن ما يتعلق بالفكر والثقافة والعلم، من المعروف أن المراد بالجانب الفكري هو كل ما يتعلق بإنتاج الفكر الإنساني والعقل الإنساني ويعبر عنه أحيانا بالثقافة والعلم والإيديولوجيا وكتب المؤرخين الحضارم تفرد فصولا عن هذا الجانب فترى في بعضها أبوابا أو فصولا عن العلم والثقافة والفكر في العصر الفلاني وكذلك تربط بعضها الفكر بحاله المجتمع الحضرمي في تلك الحقبه الزمنيه او الاخرى ولا شك ان للمرجعيه الفكريه اثر كبير في اداره الصراعات السياسيه او كمبرر للتدخلات الخارجية وذكرت في بعض السطور ما يتعلق بانتشار الفرق والمذاهب كإنتاج فكري بشري فرق والمذاهب الإسلامية سواء في العالم الإسلامي أو أثارها وتأثرها أثر الحضارم عليها وتأثرهم بها وأثرهم فيها وأشرت باقتضاب إلى بعض هذه الملامح الفكرية والثقافية مثل يعني حركة طالب الحق الذي خرج في سنة 29 ومياه هجرية على الخليفة الأموي مروان بن محمد الجعدي وكذلك ما يتعلق في دخول المذاهب المختلفه المشهوره من الحنفيه والشافعي والمالكي وغيرها وكذلك يعني حتى بعض الفرق كما ذكر المؤرخ سالم بن حميد الكندي في تاريخه ان المكرمي من قبائل صنعاء اتى عام 71 وميال الهجر والف الهجره وهو من اهل البدعه بجيش عظيم وهذه الحمله ايضا كما يذكر المؤرخون الحضارمه اثرها الفكري وما تحمله من مذهب اسماعيل باطني والعجيب ان الافكار او المراجع الفكريه التي دخلت حضرموت يختلف فيها اكثر المؤرخين الحضارم من حيث نسبتها إلى, أث... إلى أصلها الفكري فهذه مثلا على سبيل المثال الأديب محمد عبد الله بن محمد بن حامد السقاف يصف المكرمي بأنه نجدي وهابي والمؤرخ علوي بن طاهر الحداد يصفه بأنه شيعي والمؤرخ محمد بن علي باحنان يصف المكرمي بأنه أباضي وهكذا يقول الأستاذ عبد القادر الصبار رحمه الله تعالى إن لكتاب التاريخ الحضرميين المعاصرين اتجاهات مختلفة وتكاد تكون متضاربة نابعة عن المذاهب المتصارعة في حضرموت والتي بقيت ردود فعلها إلى تاريخ قريب ثم ذكرت في الفصل الأول لمحة موجزة عن الزيدية باعتبارها مذهبا ينسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المتوفى في 22 ومية هجرية وكما هو معروف أنها إحدى فرق الشيعة الثلاث وهي أقربها إلى مذهب أهل السنة والجماعة ويختلفون عنهم في نقاط منها أنها تنزع في الاعتقاد إلى المعتزلة والغول بالإمامة كما ترتكز على انتكازات أخرى كوجوب الخروج على الظلمة وتفاصيل أخرى كزيادة حي على خير العمل في الأذان وأرسال الأيدي إلى آخره وذكرت أيضا أن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي المتوفى في 98 و200 هجرية هو مؤسس مذهب الزيد في اليمن كذلك ذكرت الإمامة أو الاتصال الزيدية الإمامة الزيدية بحضر موت ومن ما يعرف أن مثالا بسيطا على اتصال بعض علماء الزيدية إلى حضر موت، الإمام أو العالم نشوان بن سعيد الحميري المتوفى في 76 و500 للهجره الذي زار حضرموت، وهذا الامام عاش في عصر او العالم هذا عاش في احد في عصر في عهد احد عصور الائمه الزيديه ثم ذكرت ان ائمه اليمن الزيديه كانوا كان بعضهم على الاقل يعدون حضر موت اقليما يمنيا وقد ارسل الامام المتوكل شرف الدين المتوفى في عام 65 و900 للهجره كتابا الى السلطانين محمد وبادر بني عبد الله بن جعفر الكثيري يستنهض فيهم الهمم ويقول في قصيده: وانا لندعوكم لما فيه رشدكم ودعوتنا موصوله بالمراحم إلى أن قال فيها ولما توس تو توسمنا الهداية فيكم وأخباركم مشهورة في المواسم بعثنا لكم طرفين من آل لاحق نجيبين موصوفين بين الصلادم أجاب عن القصيدة الصلاطين بنظم ونثر من إنشاء الشيخ عبد الله بن عمر بن مخرمة وفي أيضا مسألة الاتصال الإمام الزيدي بحضر موت ما تم إرساله من رسائل إلى السلطان بادر بن عمر وتضمنت وجوب موالاة أهل البيت وإعلان شعار الإمامة والثبات عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر الاستقامة في الجماعة والجماعات والجماعات الرجوع إلى العلماء كذلك في الفصل الثاني تحدثت عن حملة الإمام نتوكل على الله إسماعيل على حضرموت ومهدتها بعنوانين فرعين فرعيين الأوضاع السياسية والفكرية في حضرموت قبل وأثناء الحملة ومما يدخل في هذا أن التاريخ السياسي لحضرموت متعلق موضوع البحث يرتكز أساسا على فترة السلطان بدر بن عمر بن بدر بن أبي طويرق في سنة 1424 الهجرة الذي ساءت العلاقة بينه وبين أخيه عبد بدر بن عبد الله الذي كان يتطلع إلى السلطة، ومما يذكر في هذا أن قضية الزيدية وعلاقة الإمام بدر بن عمر بالزيدية التي ارتكز عليها أو على على الأقل تكون جزء من ارتكز عليه السلطان المنافس له بدر بن عبد الله بن أخي في خلافه حتى أن الأستاذ سعيد عوض وزير رحمه الله تعالى يقول في الصفحات. عن الإمام وحاول إثارة الرأي العام في حضرموت الذي لا يميل إلى الزيود لاختلافهم معهم في العقيدة والمذهب وبدأ بجمع جماعة من آل كثير والشنافر وغيرهم يؤديبهم على عمه بدر بن عمر ساعما أنه سيسهل الأم احتلال حضرموت وفي الجانب العلمي طبعا والفكري شهدت حضرموت انتشارا كثيرا لعلماء والادباء وخاصه في الفقه والتصوف وغيره وحتى الجانب السياسي لم يكن بعيدا عن الجانب الفكري وارتباط السلاطين بمنظومه العلماء والمفكرين كان واضحا وجليا ومن اراد ان يستزيد فلينظر كتاب الاستاذ محمد بن هاشم تاريخ الدوله الكثيرين فهو يشير الى علاقات السلاطين بالعلماء والمتصدرين للثقافه والعلم والفكر الامام متوكل على الله اسماعيل المتوفى في عام سبعه وثمانين للهجره ولد في عام تسعه عشر والف هذه فقط نتف من سيرته حتى نعرف كيف جهز هذا الامام الذي استلم الحكم بعد امامين كان يتطلعان الى بسط النفوذ الزيدي واقامه حكومه مركزيه في اليمن والسيطره على اليمن كله نعم وهذا الامام امام عالم من علماء الزيديه وله افكار وله ايضا تطلعات وله اراء متطرفه ايضا تجاه مذاهب السنه والجماعه وله رساله ذكرها المؤرخ محمد بن علي الاكوع في كتابه حياه امير وعالم ارشاد السامع في نهب اموال الشوافع وقد تصدى له العالم الحسن الجلال برساله براءه الذمه في النصح الائمه عندما اباح لجنوده عندما غزا يافع وما حولها من الاماكن نعم ذكرت ايضا باختصار بان الحمله او ما يتعلق بالمرجعيه الفكريه لهذه الحمله لخصتها ولضيق الوقت ساذكر بعض منها في مسالتين، المساله الاولى المكاتبات والمراسلات بين الائمه الزيديه وخاصه هذا الامام المتوكل وسلاطين حضرموت ومما جاء فيها على سبيل المثال انها تتعلق بكثير من القضايا الفكريه التي ارتكزت عليها بل أن كتاب السيرة المتوكلية الذي كتبه الجرموزي وهو مستند هذه المسألة كلها إضافة إلى كتاب طبق الحلوى وغيره لكن يقول فأهل حضرموت وبواديهم وسواحلهم على غلب عليهم الصوفية مع أن غالبيتهم جبرية محضا وفيهم أشعري وغيرهم من يلحق بهم في التأويل وذكر أشياء وكذلك مسألة المهمه في هذا ان الامام ارسل في عام 68 و ألف الهجره كتابا للسلطان تضمن عهدا وبيعه يقول في هذا العهد ضروره القيام للسلطان برفع منار الدين الحنيف بالجمع والجماعات وتعيين من يقوم بهذه الوظيفه الشريفه في كل جانب من تلك الديار من ذوي التفقه في الدين والتقوى والطاعه الى اخره والاستاذ سعيد بوزيد يقول والرسالة صريحة هذه في تمسك الإمام بحقه في الإشراف المباشر على شؤون السيطرة السلطنة وحتى في فرض الرجوع المذهب إلى مذهب أهل البيت في الأحكام والعقائد كأنه يريد العمل بالمذهب الزيدي بين أهل حضرموت الشوافع نعم ويقول الجرموزي في التهيئة للحملة وقامت الخطبة والدعاة إلى الجهاد في صنعاء وجهاتها فأجابهم أهل الهمم العالية والنيات الصادقة ويقول الشاعر الأديب علي بن الهادي الصنعاني سيفتح أقصى الأرض على الإمام طبعا على أحمد بن حسن قائد الحملة عصمات أرض أرض عصرنا وينفذ حكم الله في من عصى كسرى ويملك أقصى حضرموت وشحرها وتخفق في سيئون رايته الخضراء وينشر فيها العد من بعد جورهم بأجناد حق لم تزل نحوهم تترى نعم وفي مما ذكره الإمام الصفي أحمد الإمام عندما رسل رسالة عندما سيطر على حضرموت قال افتتحها بكتابه أو وصفها بالنصر المبين وفتح المستبين وافتتح بقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. طبعا الحمله مما كان من آثارها الفكريه كما ذكرها المؤرخون الحضارم انها اضافت حيه على خير العمل في الاذان ومنعت اليراع كما قالوا في المشرع وحضرت السقاف وبعضهم قال حضرت الحداد و يعني أضافت أشياء في لكنها كانت كلها عبارة عن أمور شكلية يعني ليست جوهرية في تاثير الفكر في حضر موت نعم وذكرت طبعا ما يتعلق بسير الحملة ونتائجها وتأثر ما, ما ذكره من سائر الحملة من العلماء والقضاء الذين جاؤوا مما ذكروه وصفوه في الحمله موقف اهل حضرموت من الحمله وراء المؤرخين ذكرت كيف وقفوا واذكر فقط مثال واحد ان احد المشايخ استفتى الفقيه الحداد هل يجوز ترك الجمعه للتكليب بالدعاء لامام الزيديه في الخطبه فاجابه ان بعض الشر اهون من بعض وليس بالدعاء كثير محظور وقامت ايضا بعض الاسئله وجهت لبعض علماء حضرموت وأجابوا عنها وكذلك ما يتعلق بزيادة حياة على خير العمل والجنود أيضا هنا من الطرائف كما ورد قال أن أحد ولم يقدر أحد على المخالفة عندما منعت سدية وأن يزاد في الأذان حي على خير العمل إلا عبد الله عمر بارضوان بفضل المؤذن في علوي فانه استمر بالاذان العادي من اول خلافه الزيديه الى اخرها وكلما هددوه بانهم سيفعلون ويفعلون به سكت ولم يجب على احد وسلمه الله من معاقبتهم هذا ما تيسر وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته